مساء الخير. النهاردة هنبدأ الحلقة 34، الأشكال الهرمية. الأشكال الهرمية هتاخد مننا حلقتين، 34 و35. النهاردة هنعمل الشكل الهرمي اللي بيكون على قاعدة مربعة زي كده، يعني لما تفتحيه يبقى بالشكل ده ويبقى على قاعدة مربعة من الاتجاهات. النوع ده من التصميمات بيساعدك انك تعملي مشاريع كتيرة هناخدها بعد كده، بيساعدك انك تقدري تعلمي الاطفال الاشكال الهندسية بطريقة جذابة وسهلة، بيعرفوا الشكل المجسم بطريقة جدا اجرائية وحيوية. دلوقتي هنشوف طريقة تصميم الشكل الهرمي المجسم اللي قاعدته رباعية، والحلقة اللي بعدها هناخد الشكل الهرمي اللي قاعدته ثلاثية، وهناخد حلقة بعد كده، وخصوصا ان الاشكال الهرمية كتيرة جدا جدا واشكالها مختلفة. بس اعرفي الفكرة، اعرفي الطريقة، وهتقدري تصنعيها، لان الفكرة كلها واحدة لكن عدد الاوجه يختلف، الطول يختلف، المساحات تختلف، فبتديلك اشكال مختلفة تماما، واحيانا بيكون متماثل بالطريقة دي واحيانا بيكون شكل غير متماثل. فتابعي الحلقات علشان تقدري تعملي الاشكال الهرمية وتقدري تستغليها في التصميمات بتاعتك. دلوقتي نشوف التصميم، لكن اتمنى تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناة، تعملوا تعليقات لتستمر معكم وبكم. نشوف التصميم. النهاردة هنعمل درس جديد، الدرس 34، وهنبدأ في الأشكال الهرمية. الأشكال الهرمية إزاي بتتعمل؟ أخدنا قبل كده حلقة أو حلقتين، لكن مش في نفس تسلسل الدروس، فهشرحها تاني بأسلوب بسيط علشان نتكلم إزاي نشتغل أشكال هرمية بطرق مختلفة. هنمسك طبعا محتاجين ورق من النوع ده أو أي ورق تقيل. يعني افتح الفرجار بدائرة ميبي ممكن تكون 8 سنتي، حددي خط وسط، نقطة الوسط السنتر، وارسمي دائرة. انا عايزة اعمل شكل هرمي قاعدته رباعية، فمن هنا وهبدأ اعمل خط او محور، محور كمان، 2 3 4. انا عايزة الاربع محاور دول من الدائرة بتاعتي مش اكتر. انا محتفظة بالوسط، اخد مسطرة اكبر شوية اطول، وهمر بخط الوسط وهعمل كده، و انا عايزة 1 2 3 4، وعايزة من عند الرابع، عايزة الجزء ده علشان الصق منه، وهعمله كده بالضبط. وهاجي عند قاعدة الهرم، الشكل الهرمي بتاعي، وهعمل كده، وهعمل زاويتين الصق منهم او شريطين لصق الصق منهم الشكل الهرمي بتاعي. هيكونوا مين؟ الاتنين اللي جنب بعض المتجاورين بالضبط. هاجي واخده 1 سنتي لتحت واعملي كده، ونفس الشيء هنا، وهبدا القص. همسك المقص، ما انتش قادره تستخدمي المقص تستخدمي المشرط، حاولي ما تفسديش بقية الورق تستخدميه في حاجة تانية. هعمل فتحات كده علشان ما يبقوش شابكين في بعض، عشان اعرف الصقها منهم. كده انا طلعت الهرم بتاعي، اوجه الهرم بتاعتي. هنا تقدري تعلمي الاطفال هندسة، تعلمي عن الشكل الهرمي قاعدته، في كم ضلع، في كم زاوية، في كم حافة، عنده كم رأس، وهكذا. همسك المحدد وابدأ امشي على الحدود دي،
وابدأ اعمل فنيات. امسك الصمغ وعلى الجزء ده والصق على بعضه دايما. لو ايدك فيها صب نشفيه علشان ما يوسخش الورقة. وابدأي نيميه كده في كل الاتجاهات، شوفيه معاكي ثابت صح ولا لا. اذا كده هو قابل للصق. همسك الارض بتاعتي وهاجي هنا عند الزاويتين واحط صمغ وهبدأ احط الهرم بتاعي بميل والصق. واضبط الهرم بتاعي. المهم الزاوية او المحور ماشي مع خط المحور الرئيسي للورقة اللي على الارض او للقاعدة علشان يفتح ويغلق معاكي. ارجع تاني للزاوية بتاعتي وافتح، هيديني الشكل الهرمي بتاعي. اخليني بس مع الصمغ شوية يلصق. اعطاني شكل هرمي. تقدري تعملي اهرامات الجيزة، تقدري تعملي الاشكال الهرمية، تعلمي الاطفال هندسات بطريقة لطيفة جدا. خلصت الحلقة، اول حلقة في الاشكال الهرمية، الشكل الهرمي رباعي القاعدة او القاعدة الرباعية بالشكل ده. اتمنى تكون طريقته سهلة وبسيطة، مش محتاج منك اكتر من دائرة، وتقدري تحددي المحاور وعمليات الفن سهلة جدا وبسيطة. تقدري بعد كده توظفيها تعملي مثلا حاجة عن اهرامات الجيزة، تعملي قصة معينة. هنشوف بعد كده مجموعة من المشاريع قايمة على الاشكال الهندسية الهرمية المجسمة. اتمنى تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناة، تعملوا لي تعليقات لتستمر القناة معكم وبكم. شكرا لكم.